Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Sallallahu aleyhi ve sellem ala nebiyyina Muhammed ve ala alihi ve ashabihi ecma'in. Nahnu l'an fi istikbari aşrin mübarekah, aşrin fâzileh. Ela ve hiye aşru zilhicce. Hasbuka ennallah celle ve ala aqseme bih. Ve huve celle ve ala la yuqsim illa bi şeyin lehu şe'nun azim. Fehâzihi l'aşr min şe'airillah. مما يدل على فضلها وفضل العمل الصالح فيها. الشعائر تكون زمانية وتكون مكانية، فالشعائر الزمانية مثل عشر ذي الحجة. الرسول صلى الله عليه وسلم لما بين شأن هذه العشر المباركة، فالصحابة رضي الله عنهم استعظموا ذلك، وهذا فضل عظيم لهذه العشر. باب أولى أن الأجور في هذه العشر مباركة، لأن الله اهتم بها ولفت الأنظار إليها في كتابه الكريم. الواجب على المسلم أن يلتفت لهذه العشر وأن يهتم بها وأن يقدم لنفسه عملا صالحا، لأن العمل فيها مضاعف أكثر من مضاعفته في غيرها. نسأل الله الكريم أن يوفقنا وإخواننا المسلمين لاغتنام هذه العشر بالعمل الصالح.